الإسكندرية عروس البحر المتوسط، مرت عبر العصور بالعديد من التطورات والتغيرات على المستوى الاجتماعي والحضاري والمعماري. فميادين الإسكندرية كانت أهم ما يميزها أن تنوعها يحكي تاريخ هذه المدينة منذ نشأتها على يد الإسكندر الأكبر ومرورها بعصور مختلفة وصولا إلى عصرنا هذا. وكانت منطقة محطة الرمل من أكثر المناطق التي تحوي تخطيط شوارعها وميادينها ما يحكي تاريخ الإسكندرية عبر العصور. ومنذ فترة قريبة بدأت أعمال تطوير لميادين الإسكندرية التي كانت بالتعاون بين محافظة الإسكندرية وشركة استثمار عقاري. منذ عدة أشهر تم إعادة ترميم وتجميل تمثال وميدان سعد زغلول بمنطقة محطة الرمل، وهو من تصميم الفنان الراحل محمود مختار. وبعد افتتاح محافظ الإسكندرية للميدان الذي ظل مغلقا رغم افتتاحه أمام الجمهور، تبينت آراء المارة حول تمثال سعد زغلول في الماضي والآن. حاجة جميلة طبعا، بس وفعلا بحس ان هو عايز يعني يهتموا بيه اكتر. زي ما كان اول ما كان احلى كده، كويس. هو كان لونه الاول كان احلى، مترمم عشان ولادنا يشوفوا لون، يا ريت يبقى اقرب، يعني اقرب للحقيقه، يعني المفروض يبقى اقرب للحاجه القديمه. لا بقى احسن من الاول بكتير. ده كان ايام الثوره كانوا مبهدلين هنا باب البلطجيه، بيجوا هنا بيحششوا ويعملوها كافتريات ويدخلوا عربات بحصنه وبرجيح ويبهدلوا الدنيا. عشان كده اتقفلت تاني بعد الشد محمد فتح. قال دكتور محمد عوض، استاذ بكليه اداب اثار جامعه الاسكندريه والمتخصص في تاريخ مصر الحديثة، أن الأزمة الحقيقية هي أن الترميم والتجميل يتم في غياب وجود المتخصصين، فالشركات التي تقوم بذلك ليست لديها خبرة بالطرق المتخصصة في ترميم التماثيل التاريخية، وذلك على حد قوله. منذ 3 أشهر افتتح لواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية ميدان محطة الرمل بعد تجميله بمجموعة من التماثيل التي قام بتصميمها دكتور أحمد بركات، أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية. احتوى الميدان على نافورة وتماثيل لشخصيات عامة وتاريخية، والتي قامت شركة ستانلي للتنمية العقارية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية بالإشراف على تجميل هذا الميدان. تعرضت التماثيل المصممة للعديد من الانتقادات من قبل بعض الفنانين والمتخصصين الذين اعتبروه تشويها للإسكندرية. أشار هاني المصري، فنان الرسوم المتحركة المصري العالمي، أن مستوى النحت للتماثيل الجديدة دون المستوى، دون العيب في مصممها، فالمستوى العام للمنحوتات الجديدة في ميادين الإسكندرية لا تصلح أن توضع في أماكن عامة، خاصة أن مستوى النحت في ميادين الإسكندرية كان دائما على مستوى مرتفع، فذلك يهبط بالمستوى العام للنحت في مصر، وذلك على حد قوله. ثم أضاف أنه ليس من المنطقي لإرضاء شركة مقاولات أن نعهد إليها وهي غير متخصصة بتجميل ميادين الإسكندرية، فدائما الإسكندرية هي مدينة جميلة وأحب أن تظل هكذا، وذلك على حد تعبيره. بينما جاءت تعليقات محبي التقاط الصور التذكارية بجوار التمثال متباينة. شايف انها كويسة وفي مكان كويس. حاسس ان المادة اللي معمول منها التمثال مش كويسة، لكن يعني كفنان حلو مبدع. مش مهم الخامة، منظر النهائي بس. شكلها ومنظرها جميل. لا هي بسيطة قوي، يعني هي بسيطة، يا ريت تبقى حاجة أكبر شوية بس. والله هي حاجات كويسة، بس أنا بما إن أنا أصلا ماليش فيها فأنا مضطر أقول إن هي كويسة. حاجة ترفيهية للناس والشباب، هي أساسا معمولة للشباب، بعض مبسوط ومن البعض بيعيد الفنان اللي هو ناحية التمثيل. وفي تصريحات سابقة له لوسائل الإعلام حول ما تعرضت له التماثيل من انتقاد، قال الدكتور أحمد بركات مصمم تماثيل محطة الرمل إن الأعمال الفنية دائما تحتمل القبول أو الرفض من الجمهور، وأن التماثيل الآن تخص الشركة المسؤولة عن تجميل ميادين الإسكندرية. وأشار في تصريح آخر عن الخامة المستخدمة في تصميم التماثيل أنها قائمة على تقنية جديدة هي Mixed Media Sculptures، والتي تعني تعشيق خامات مختلفة ومزجها سويا.
شهدت حديقة الخالدين أمام مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل بعد ثورة 25 من يناير أحداثا مشتعلة ومظاهرات، فكانت مكان التقاء وانطلاق المظاهرات. وتضم حديقة الخالدين مجموعة من التماثيل التي يعود تاريخها إلى أكثر من 40 عاما مضى. كل قدام كل تمساك الشف في الأرض كان بيدي يضرب وشه على التمساك، كانت جميلة دي دوت ما بتنورش بالليل. كده لسه من حوالي 5-6 سنين يعني قبل الثورة بحوالي 3 سنين كده، وكان أجمل من كده كتير، والتماثيل اتكسرت وفي تمثال مشهور.